ولأن الإخلاص وإتقان العمل هما السبيل لتحقيق حب الأوطان، ولأن الفضل لابد وأن ينسب لأهله، فكم بذل في سبيل هذا الوطن؟ فالأمس كان على ذلك شاهداً حين حرر الجيش التراب المقدس، واليوم شاهد على التنمية. فأبناء سيناء أثبتوا أن المقاتل ليس من يحمل السلاح فحسب، بل هناك مقاتلون في مجالات تخصصية وحياتية متعددة. الآن يتفضل السيد الرئيس بتكريم عدد من المتميزين من أبناء سيناء. السيدة إسراء أمين حمدي تعمل بمكتب خدمة المواطنين بمستشفى العريش العام. تعرضت السيدة إسراء لحادث تفجير عبوة ناسفة، واستكملت عملها لتصاب بعدها مرة أخرى بعدة سنوات بطلق ناري في ذراعها من العناصر الإرهابية أثناء عملها في تسهيل إجراءات المواطنين. ولم يمنعها ذلك من مواصلة عملها إلى اليوم. السيد خليل حماد سلمان يعمل بقطاع كهرباء الشيخ زويد. رغم الظروف العصيبة وعمليات التخريب المستمرة للمرافق الحيوية من قبل العناصر الإرهابية، واصل العمل وأصر على أن تصل الكهرباء لجميع قرى الشيخ زويد والعريش بكفاءة كبيرة. السيدة شربات صبحي فرج وتعمل مديرة دار رعاية الأيتام بالعريش. لم تنس دورها كمربية للأجيال، وبعد وصولها إلى سن المعاش واصلت هذا الدور في إعادة تأهيل الفتيات نفسياً ممن فقدن أهلهن ومررن بظروف صعبة لأجل إعادة دمجهن في المجتمع لتصير عناصر فاعلة. الدكتور أحمد منصور عبد الفتاح حسين مدير مستشفى العريش العام. في خضم أعمال مقاومة الإرهاب لم يتوانى لحظة هو وفريق عمل المستشفى عن تقديم الخدمة الطبية على الوجه الأكمل واستقبال المصابين جراء العمليات الإرهابية من مدنيين وعسكريين. السيدة وسام عبد الهادي حمدان وتعمل مديرة لمدرسة عمرو بن العاص الابتدائية. في ظل صعوبة الظروف الأمنية، إلا أنها لم تفلح في أن تقف حائلاً بينها وبين أداء دورها في تعليم الطلاب، بل زادت على ذلك عاملة في إيصال المساعدات إلى منازل المحتاجين منهم غير عابئة بالأخطار في سبيل رعاية تلاميذها. الدكتور تامر حمدي أحمد ويعمل مديراً لمستشفى بئر العبد النموذجي تعرض للتهديد بالقتل كي يتوقف عن تقديم الخدمة الطبية للمصابين في المستشفى، ورغم ذلك لم يعبأ بالتهديد مؤثراً وطنه وأهله، كما قام بتقديم الرعاية العلاجية للمصابين من التكفيريين بعد أن ألقي القبض عليه. سيادة الرئيس، نستأذن حضرتك في بدء الجولة التفقدية فندم.